طارق صالح يصدر نداء عاجل وهام لجميع البرلمانيين اليمنيين لنشاهد التفاصيل. دعا قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح كافة البرلمانيين لرفض المعركة الوطنية، مؤكدا أن أبواب المقاومة ومكتبها السياسي مفتوحا لهم. وقال العميد طارق صالح في تغريدة اليوم على حسابه في تويتر: بيان المكتب السياسي التضامني مع أعضاء مجلس النواب هو دعوة لجميع البرلمانيين لرفض المعركة الوطنية بجدية أكثر من أي وقت مضى. وأضاف مخاطبا البرلمانيين أن أبواب المقاومة الوطنية ومكتبها السياسي مفتوحا أمامكم. وأكد رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد طارق صالح إن نداء الواجب الوطني لن يحمله إلى الجميع أمام عدو لن يستثني أحد. وكان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية أصدر بيانا بوقت سابق اعتبر فيه قرارا حوثيا بإسقاط أرضية عشرات النواب ومصادرة أملاكهم بأنه غير شرعي وصادر من جهة غير مخولة دستوريا وقانونيا، بيصفها ميليشيا انقلابية لا تمثل إرادة الشعب اليمني وغير معترف بها عربيا ودوليا. وأكد البيان التضامني أن الأخيار أمام شعبنا إلا استمرار النضال وتوحيد الصفوف لاكتثاث هذه العصابة الباغية والقضاء على هذه الممارسات الاستدادية العابثة بمؤسسات الدولة. يشار إلى أن جماعة الحوثية الموالية لإيران استخدمت النواب المختطفين في العاصمة صنعاء الذين يقلون عن النصاب الدستوري والقانوني بأكثر من 100 عضو في إصدار قرار بإسقاط عضويات 44 نائبة من المعارضين لها.